ما هي فائدة تلك الفتحات أسفل أبواب المراحيض العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لابد وأنك شاهدت في المسلسلات والأفلام الأجنبية أبواب المراحيض العمومية ذات الفجوات الكبيرة من الأعلى والأسفل. طبعا إن كان فيلمك أو مسلسلك هذا مصورا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الأغلب أنك تساءلت عن سبب وجود تلك الفجوات رغم مدى أهمية الخصوصية في مثل تلك الأماكن. فهذه الأبواب بفجواتها الكبيرة من الأعلى والأسفل والفتحات من الجوانب تتيح لأي شخص فضولي إن تمكن من الوقوف في المكان المناسب إلقاء نظرة غير مرغوب فيها. لماذا لا يتم وضع أبواب عادية مكان تلك الأبواب الغريبة؟ إن كنت فعلا مهتما بهذا الجواب ستجد في هذا الفيديو ضالتك. قد لا يشعر المرء بالراحة داخل إحدى تلك المراحيض، لكن صدقني هناك جدوى لهذه الأبواب بهذه الشاكلة، فهي تضمن سير الدور بسلاسة، وتحول دون قيام أحدهم بأفعال غير مرغوبة أو مقرفة داخل المراحيض. لكن تبقى هناك بعض الحالات الشاذة لأشخاص لا يردعهم كون مرئيين جزئيا لمن في الخارج، تتمثل في تركهم المرحاض في حالة مزرية، والموظفون المسؤولون عن التنظيف وراءهم خير شاهد على ذلك. من ناحية أخرى تتيح هذه الفجوات إمكانية معرفة المرحاض الفارغ دون الاضطرار للطرق على أبواب جميع المراحيض. نظرة سريعة من خلال تلك الفجوات السفلية تبين لك فيما إذا كان هناك مرحاض متاح. تسهل الفجوات السفلية لهذه الأبواب عملية تنظيف الأرضيات أيضا. هذه الفجوات مهمة لدواعي الأمان، فإن عانى شخص في الداخل من طارئة صحية ما كفقدان الوعي مثلا، فسيلاحظونه الآخرون بسهولة. وفي حال علق مستخدم هذه المراحيض داخل إحداها ولم تكن له هناك فرصة لفتح الباب لسبب ما، فبإمكانه التسلل من إحدى تلك الفجوات كخيار أخير. لذا بإمكانك التمييز تماما فيما إذا كان مشاهد فيلمك أو مسلسلك تصور في الولايات المتحدة أو في أوروبا من خلال ملاحظة تلك الفجوات. قد يرى البعض أن الخصوصية التي تتيحها الأبواب التي بلا فجوات تستحق الاستغناء عن الميزات التي تأتي بها تلك الفجوات. على أي حال، هذا ليس الاختلاف الوحيد الذي يميز المراحيض على طرفي المحيط الأطلسي. فعلى شاطئه الغربي في الولايات المتحدة الأمريكية، المراحيض تعتمد على الشفط للتخلص من مخلفات المرحاض، على عكس المراحيض في الشاطئ الشرقي للمحيط الأطلسي في أوروبا التي تعتمد على دفع الماء للتخلص من مخلفاتها. ويعني ذلك أن الأنابيب في الولايات المتحدة التي تسحب الفضلات من سيفون المرحاض تكون أضيق من مثيلاتها في أوروبا، وهذا ما قد يؤدي إلى مشكلة في حال رمى أحدهم الأوساخ في حوض المرحاض كالمناديل مثلا. وبالتالي هناك حاجة أكبر للمياه لتسليك الأنابيب في حال حصل أي انسداد من هذا النوع، وهذا ما يفسر أن خزانات المياه لمراحيض الولايات المتحدة أكبر منها من تلك التي في أوروبا. ولأننا أتينا على ذكر انسداد المرحاض، ولن أدعوكم لتخيل هذا المشهد الكارثي الذي غالبا ما يتكرر في المراحيض العامة، لكني سأدعوكم للتفكير معي في كيفية معرفة واختيار المرحاض الأكثر نظافة، وذلك بالاستعانة بالعلم قليلا. ترى الدراسات أن المرحاض الأقرب لباب الحمام عادة ما يكون الأنظف، لأن معظم الناس يميلون لاستخدام المرحاض الأبعد، وربما قد تكون لاحظت ذلك بنفسك أيضا. لذلك في المرة القادمة جرب استخدام أول مرحاض تمر به. لا يمكننا أن نؤكد نظافته تماما ودائما، لكن حالته ستكون أفضل مقارنة بغيره. وعلى ذكر نظافة المراحيض، فإن العديد منا لا يثق تماما بما سبقه في استخدام المرحاض، فيقوم بوضع عدة طبقات من المناديل الورقية على كرسي الحمام. هل لهذا جدوى فعلا؟ رغم أنها فكرة جلوسك عاريا في مكان جلس عليه شخص عار قبلك قد تبدو مقرفة، لكن صحيا لا جدوى من القيام بوضع تلك المناديل، فلا توجد أمراض تنتقل عن طريق أفخاذ البشر. هناك مرض واحد يمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة، وعليك أن تقلق بشأنه، وهو عدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسيتيلينين. لكن لم يبلغ عن أي حالة عدوى بهذا المرض عفوا سببها تلوث المراحيض العمومية. بالمناسبة، أنت أكثر عرضة للإصابة بالجراثيم عندما تدفق الماء في حوض المرحاض بضغطك على زر خزان المرحاض.
وخصوصا إذا لم تغلق كرسي المرحاض، فالجراثيم تنتشر في الهواء على ارتفاع 6 أمتار بهذه الطريقة. لذلك ينصح العلماء بإغلاق كرسي المرحاض قبل دفق المياه، ويفضل استخدام قدمك في الضغط على زر الخزان إن كان بإمكانك ذلك طبعا، لأن يدك ناقلة جيدة للجراثيم، فعليك تجنب محاولة أن تلمس بها قدر المستطاع الأسطح غير المرغوبة، وتأكد من غسلها بشكل جيد دائما.